اقسم بالله انت صعبانه عليا، انت عايشه في وسط عقارب. انا بصراحه ما قدرتش اكمل اليوم في الشركه، قفلت وجريت عليك على طول. بصي لميس دي مش تسرق، دي تعمل اي حاجه. يا ساتر، هو انت ليه بتقول عليها كده؟ انت تعرف حاجه انا ما اعرفهاش؟ لا يعني هكون اعرف ايه، انا بتكلم على اللي انت بتقوليه. مش كان انا مش متاكده ان الكلام ده 100%، انا بقالي يومين بصراحه بدور وراه وما اعرفش هو صادق ولا كذاب. طب بصي احنا نروح الشركه دلوقتي ونجيب نسخ من الكلام ده قبل ما سميح يرطرط بالكلام. لا طبعا ما ينفعش نروح دلوقتي لان كلهم موجودين، انا رايي ان احنا نروح بالليل يكون كلهم مشوا. ماشي، انت بس اهم حاجه ما تجيبيش سيره لحد. لا طبعا ما جبتش سيره لحد. طب كويس، بس انا حكيت لندى صاحبتي وانا خارجه، بصراحه انا كنت منهاره قوي وكنت عايزه اتكلم مع حد، بس ما تقلقش انا محلفاها. بص يا نور، انا ما شفتش حد في حياتي حلف على حاجه وعملها. لا ما تقولش كده، ندى دي اختي على فكره، انا واثقه فيها جدا، عمرها ما هتتكلم. طب ما كده لميس تبقى بتسرق انكل كمال. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لا طبعا لميس ومحمود استحاله يعملوا كده، سميح هو اللي حرام وبيعمل كده عشان يخلع منها طبعا. ولا انت بقى بتدافع عن لميس؟ يا بنتي ارحميني ارحميني، قلت لك ده كان موضوع عبيط وخلص ولا حاجه يعني. اقفلي يا ندى اقفلي، انا ورايا شغل كتير دلوقتي. الدنيا بقت خانقه قوي يا شيخ عبد الجواد. مش انت اللي تقول كده يا كمال؟ مش عارف، حاسس كده ان الدنيا ما بقاش ليها طعم، حتى الشركه بقيت مكسر انزلها. قمت من النوم النهارده يا سيدي طابق عليا، وكتفي الشمال ده تقيل قوي عشان كده كلمتك. لا 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 لا، انت راجل خير وفي بيوت ياما مفتوحه من خيرك. ان كان فيه زله كده ولا كده، الحسنات الكتير اللي بتعملها تمسحها باستيكا. ربنا يبارك فيك، ده شيك ب 200,000 يا شيخ عبد الجواد. برع بيه لله. كده بقى اليمين بتاعك هيتقل وربنا هيبني لك قصر في الجنه. اما دام بقى لك قصر جوه تدخل وانت مطمن، بس ده بقى لله، مفيش حاجه ليك. يا سلام، بس كده ده انا اديلك عينيا الاثنين. تسلم عيونك، ده انت بركتنا يا شيخ عبد الجواد، ده احنا بيك بنستمد القوه بفتاويك اللي بتفتح صدري وقلبي وبترجعني كمان روحي. ده انا هرجع لك روحك وقلبك وعقلك وهريحك اخر راحه. نفح يا شيخ عبد الجواد. يا جماعه الموضوع ما يستحملش نستنى لحظه واحده، نور هتحبسنا احنا الثلاثه واحنا قاعدين كده. لا نور لازم تسيب الشركه. مش بس كده، وسميح، سميح هو اللي لازم يشيل الليله كلها، هو اللي لازم يتحبس. المشكله دلوقتي ما بقتش في سميح، المشكله في نور. الملفات دي كلها لازم تتظبط، والداتا على الاجهزه كلها لازم تتمسح. انا بس عايز اعرف هي عرفت تطلع الحاجات دي ازاي؟ الثغره الوحيده في الارقام الفيك، وكمان مش بيراجع، وحتى لو راجع مش هيفهم حاجه. بقول لكم ايه، انا مش حاجه على اخر الزمن واتفضح، لا الموضوع ده لازم يتقفل باي طريقه حتى لو وصلت للدم. دم ايه انت اتجننت؟ سيبوها لي، انا هتصرف، انا هبعد نور عن الملعب اليومين دول خالص. حس كده انا هقوم ابتدي امسح الملفات. كويس ان نور مش تسيبت الشركه. اما سميح ده بقى سيبوهولي انا، ده جالي في ملعبي.